أما هلأ مشاهدينا فأكيد وصلنا لفقرتنا الأخيرة لليوم ومحطتنا من وحي هالمكان الجميل والاستثنائي يلي بيدخل لقلب كل مين بيزوره. أكيد في نفحة من التاريخ والحضارة، واليوم رح نتعرف على مجموعة من الشباب السوري العاشق لحضارة هالبلد وأرثه الثقافي، درسوا تاريخه وتوحدوا بما يسمى أصدقاء المتحف الوطني. رح نتعرف عليهم أكثر مع طالب الآثار علي جابر من أصدقاء المتحف الوطني بدمشق، وطالبة الآثار ماجدة بلال من أصدقاء المتحف الوطني بدمشق. صباح الخير. أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. بالبداية أصدقاء المتحف الوطني، قديش هذا الاسم كتير حلو، خلينا نحكي عن شو بيعبر ولمحة للبداية. شو بدايتكم؟ أمتى بلشتوا لهلأ؟ بدأ الفريق أول شيء من طلاب وطالبات الآثار لهدفين. أول شيء تعزيز فكرة التطوع بالمجتمع، خصوصاً نحن بفترة حرب وأزمة، فمشان ننهض بالبلد وإعادة أعمار. ثاني شيء هو إعادة تسليط الضوء على الهوية الثقافية والحضارية للبلد، يلي كانت الحرب هي كتير يعني سبب من أسباب الحرب طبعاً. علينا كان هو طمس هويتنا الحضارية. أكيد طبعاً هن ما حيقدروا يعملوا هالشي. أكيد. فبلشنا بال 2015 أول شيء التنقيبات بمديرية آثار دمشق، بعدين طورنا، كبر الفريق شوي، صار في تنظيم أكثر، صار في رعاية من المؤسسة، من المديرية العامة للآثار والمتاحف متمثلة بالدكتور محمود حمود. طبعا قدم كل الرعايه للفريق وقدم الاهتمام وقدم كل الامكانات المتاحه يعني مشان يتطور عمل الفريق اكثر. كمان بالاضافه للموظفين اللي فتحوا لنا مكاتبهم واعطونا من خبراتهم، طبعا كل هالشيء باشراف الاستاذ اياد غانم، هو امين القسم الكلاسيكي بمتحف دمشق الوطني. نعم. يعني علي حضرتك طالب بكلية الآثار وأيضا ضمن الفريق، خلينا نحكي عن دورك أول شيء ضمن الفريق، وفي موضوع كتير مهم بدك تحكي لنا عنه هو موضوع تنقيب الآثار. شو دورك فيه أو كيف كانت نظرتك لإله؟ على بداية صباح الخير، يعطيكم العافية. يعطيك العافية. شكرا لكم لأنه عم تلقوا الضوء على شيء كتير مهم، هو بالبداية كان مو ملقى الضوء عليه. طبعا هو شيء كتير مهم، نحن كطلاب آثار بالدراسة كانت فرصتنا كتير كبيرة. مشكور الأساتذة ومشكور الدكاترة لأنه تبنونا، كنا نحن طلاب وبنفس الوقت منقبين. طبعا بالبداية كانت تنقيباتنا بظل الأزمة وبظل الأحداث كانت محصورة ضمن دمشق، فمشكور الأستاذ إياد غانم كان رئيس الشعبي، تبنانا كطلاب واشتغلنا معه بحفريات أثرية نظامية، علمنا التنقيب وعلمنا كيف نوثق وكيف نحافظ على الأثار. صارت بقى حفرياتنا، صار عندنا خبرة أكثر، صرنا نروح على حفريات طارئة ضمن دمشق كمان. تعرضنا لكثير معلومات وكثير كانت معلومات قيمة كثير فادتنا بالموضوع الدراسي. بعدين صرنا نطلع على حفريات بريف دمشق، كمان حفريات أثرية. بظل الأزمة كانوا المسلحين كان المسلحين يروح على يعملوا تنقيبات غير شرعية، فنحن إضافة لسرقة الآثار يعني أكيد هذا سرقة الآثار موضوع شائع كتير. فنحن دائما مشكورين كمان المجتمع المحلي كان يساهم كتير بهذا الموضوع، كان يحكي الجهات المختصة وجهات المختصة تراسل الآثار. فكان موضوع كتير مهم أنه نحن نشارك كمان، هو نوعا ما لنزيد الخبرة، وثانيا كمان في شيء ممكن الإنسان يقدم شيء لوطنه. فكنا نحن دائما الفريق الأول، الحمد لله كنا الفريق الأول دائما بالتدخل، وتعلمنا كثير شغلات، والأساتذة اللي معنا كمان خوضونا بشغلات كثير مهمة مشان نكون نحن الفريق اللي بيتحمل أعباء المستقبل، وإن شاء الله هيك نكون نحن قد هذا الحمل. وكمان في جانب ثاني هو الجانب النظري اللي تعرضنا له نحن بالجامعة من مواد ومن حلقات بحث، هذا الشيء أضفى كثير شغلات مهمة على شخصيتنا كطلاب آثار، وزائد الجانب العملي، فهذا الشيء كثير أهلنا وكثير قوانا. وكمان في موضوع بمديري العامي هون مشكورين الموظفين في مجال الترميم، مجال ترميم الحجر والزجاج كثير كان لنا نصيب كبير فيه، والحمد لله لحد الآن عم يأهلونا ويدربونا لنكون نحن الفريق الوطني اللي بحافظ على الآثار
ونحن حاليا كان عددنا بالبدايه 10 او 15 شخص. بانتقالنا على المدير العام للاثار المتاحف صار عددنا تقريبا لحد الان 25 شخص، وان شاء الله بزياده اكثر. عم يأهلونا ويدربونا لنكون نحن الفريق باذن الله الفريق القوي بسوريا. اكيد اصدقاء المتحف الوطني باصدقاء المتحف الوطني بتدرسوا بكليه الاثار اكيد بدمشق، قديش حلو السوريين دائما يحطوا ايدهم بايد بعض بفتره اعاده اعمار سوريا، قديش هذا الشيء يعني عن جد كثير حلو، يعني انه اليوم حتى نحن هون بالاعلام عم نسلط الضوء عليه، لانه لازم نتشجع كلياتنا وبكل الكليات على هذا الشيء، نتعاون ونتساعد لنقدر نحمي اثارنا ونحمي حضارتنا. خلينا نحكي عن شو شغلتكم والمهام اللي بتقوموا فيها بالمتحف الوطني بدمشق، بالاضافه الى المهام اللي بتقوموا فيها ضمن المديريه العامه للاثار والمتاحف. تمام، مثل ما حكيتي انه نحن لازم نتكاتف ايد بايد لحتى نعمر بلدنا من جديد. هلا نحن كاثاريين اللي بنقدر نقدمه اكيد ما راح نقصر فيه، طبعا هلا نحن حاولنا انه نقوم بكثير مهام طبعا ضمن اختصاصنا. نحن اول شيء ساهمنا باعاده افتتاح المتحف الوطني، ساهمنا باعاده افتتاح متحف الطب والعلوم، شاركنا بالفعاليات اللي بتقام هون كانت بالمتحف الوطني مثل افتتاح محراب معبد بيل، لمعرض القلاع التشيكيه، اهداء البوابات الاثريه، بالاضافه للاعمال التنقيبيه اللي كنا نقوم فيها مثل ما قال زميلي علي. كنا نشتغل كأدلاء متحفيين لزوار المتحف بصالات العرض المتحفي جوا. هلا حاليا هيك بالإضافة للدورات التدريبية اللي عم تعملنا إياها المديرية، طبعا هن ما عم يقصروا بهي القصة من حيث إنه نكون فريق كفؤ لأي مهمة، يعني ترميم تنقيب دورات بشكل دائم لتأهيلنا بشكل أفضل. يعني علي اليوم عم نشوف شاب بعمرك عم يحكي بموضوع تنقيب آثار، هذا موضوع كتير كبير إذا بدنا نقول شائك، في له كتير من التفرعات. اليوم قد في شباب فعلا بعمرك قدروا يحطوا إيدهم على الجرح، يعني موضوع الآثار موضوع جدا مهم وجدا كبير، خاصة بظل هاي الظروف، يعني كان في من تهريب آثار وسرقة آثار، تنقيب غير شرعي كمان. قد إحنا بحاجة فعلا لمثل هاي العقول، مو بس نحن ننقب عن آثار، لا نطور كمان قدراتنا أكثر وأكثر. على الصراحة هو موضوع الآثار له خاصية، هو دائما لازم يكون في ناس أو أشخاص بتحبه. طبعا هو لازم يكون الشخص هاوي آثار صراحة لحتى يعطي الطاقة، ايه صراحة، لأنه لازم يعطي الطاقة الأكثر شيء ممكن يقدمه صراحة، لأنه موضوع التنقيب بيحتاج لقوة جسدية وبيحتاج لعقل مفكر بنفس الوقت. وكمان في موضوع تاني لازم يكون الشخص عن جد مؤمن بالفكرة، يعني هلا في ناس أشخاص بيدرس فرع ممكن إنه بس تخلصه وتنساه، أو إنه مثلا بس موضوع تمريق وقت أو موضوع شهادة. فصراحة نحن موضوع الآثار عندنا الأشخاص اللي ضلوا واستمروا فعلا هن آمنوا بالفكرة وضلوا، فهو موضوع حملنا عبء، ونحن بنحب هذا العبء صراحة، لأنه هذا الشيء حسينا حالنا عم نقدم شيء لبلدنا حتى لحالنا لذاتنا. تعاملنا كثير مع ناس كثير عطونا موهبة وكثير شجعونا بموضوع نحن كمان بظل الأزمة، في ناس كثير هاجرت وناس سافرت وناس تهجرت من مواطنا، فما عطاها الاستقرار للضل مثلا بموضوع الدراسة أو تهتم بهذا الموضوع. فالحمد لله نحن كان لنا النصيب الأكبر بهذا الموضوع، وأهلونا مشكورين كتير كتير أساتذي، أهلونا حتى نكون صراحة الفريق الوطني اللي نحن مفتخر فيه دائما، لأنه دائما بموضوع التنقيبات نحن نفتخر بموضوع الجروب، موضوع المجموعة، أنه نحن ما عندنا مجموعة مثلا تطلع على التنقيب أو تطلع توثق. فالأستاذ زياد غانم هو الشخص الوحيد اللي أنا من قلبي بوجه له شكر كبير، لأنه هو تبنانا بهذا الموضوع صراحة، وأهلنا لنكون الفريق الأول بسوريا صراحة. يعني نحن طلعنا على مواسم تنقيب مو بس بدمشق وبريف دمشق، بمنطقة جبلي بتل التويني كمان طلعنا موسم تنقيب حفري كمان كان ناجح جدا وكانت نتائجه جدا رائعة، وفي كمان بطرطوس بعمريد كمان شاركنا مع المديرية بال 2018 حفرية المديرية، طبعا كمان النتائج كانت جدا رائعة، تنقبنا مع دكاترة مع أساتذة كمان علمونا، ومشكورين كثير لأنه كان وجودنا معه نوعا ما نادر، يعني نادر ما الدكتور يتعامل مع الدكتور مع الطالب عفوا بصراحة. فكثير كان لنا نصيب بهذا الموضوع،
وفي شغله هون لازم ننوه عليها، جمعيه اصدقاء المتحف هو نفس الجروب اللي كان عم ينقي بصراحه، اللي تعب يعني بالبدايه كانت وكان فكر تطوعي صراحه، لهيك عم قلك انا لازم الواحد يامن بالفكره لانه بدايه بلشنا كله تطوعي، ما في شيء مادي ولا في شيء ابدا، يعني كنا ننزل نحفر ونضرب الغبره ونطلع على بيوتنا بدنا حمامات وكثير شغله، بس الهاوي الاثار صراحه بيحب هذا الموضوع، يعني حتى لو كان كله غبره ولو تعب ولو كذا. فبالبداية كانت العملية جدا صعبة وما استمر معنا غير الإمام بالفكرة صراحة، لأنه نحن ببداية كنا 50 و60 واحد من بنات ومن شباب، فاللي ما آمن بالفكرة واللي ما حب الموضوع راح، فتراكمت الخبرة عنا كتير بين دمشق وريف دمشق وحتى برا المحافظة. فلما فتنا على موضوع أنه نحن بالمتحف الوطني بعمق العاصمة، مو متحف كتير مهم وبضم قطع أثرية وبيعبر عن البلد صراحة كله، يعني أي سائح بده يجي أول شيء على العاصمة يشوف المتحف. فنحن كنا فتنا الحمد لله بقوة لأنه عنا اطلاع على القطع الأثرية وأهميتها، ففتنا موضوع المديرية بقوة جدا، وكان الأستاذ زياد كمان دائما معنا بنفس الخندق، ومشكور كتير دكتور محمود حمود مدير العام الأثار المتاحف، كان له الدور الأكبر صراحة لأنه هو اللي دعمنا، هو اللي تبنانا، هو اللي دائما كان يقلنا انه انا معكم اي شيء. وصراحه كانت الموضوع المادي كثير بظل الازمه، الموضوع المادي ما كنا نفكر فيه لانه تعودنا على الفكر التطوعي. هذا هو الشعب السوري، هذا هو الشباب السوري اللي نحن بنفتخر فيه وبنشوف حالنا فيه. اكيد خلينا نحكي بما انه كثير عم نحكي عن اصدقاء المتحف الوطني يلي حابين يشاركوا معكم ويصيروا من ضمن الاصدقاء، كيف ممكن يتجهوا لعند مين ليقدروا يشاركوا معكم وشو هي مشاريعكم الحاليه؟ هلأ نحن موجودين هون بشكل دائم، فيهم يجوا عند الأستاذ إياد، فيهم يتواصلوا معنا على صفحة أصدقاء المتحف على الفيسبوك. أنت بتعرفي وكلاتنا بنعرف أنه وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا إلى كتير دور مهم بتعزيز الثقافة وتعزيز التوعية الثقافية وتعزيز التوعية بتاريخنا. يعني في كتير عالم ما لسه بتجهل هويتنا الحضارية، فنحن لازم نقدم حالنا، نقدم هويتنا للعالم. فنحن عاملين صفحة على الفيسبوك أصدقاء المتحف، اللي بيحب يتواصل معنا عبر الصفحة أو بيشرف لعنا لهون، أهلا وسهلا بالجميع. في رقم تليفون ولا لا؟ لا، أما لهون أو على الصفحة؟ على بريد الصفحة. أوكي، على الفيسبوك. شو هي مشاريعكم الحالية؟ هلأ حاليا نحن عم نعمل دورات الفسيفساء، ترميم فسيفساء بالإضافة لترميم حجر ومعدن وفخار طبعا بشكل متداور، بحيث أنه كل أعضاء الجروب يكون عندهم نفس الخبرة. أكيد. نعم. لكم شكرا كثير على وجودكم معنا. شكرا لإلي. بتمنى لكم كل التوفيق. المعلومات علي اللي قدمت لنا إياها أيضا والمعلومات اللي قدمت لنا إياها هي فعلا معلومات كثير قيمة، يعني نتمنى كل الشباب يكون لهم هدف بالحياة، يكون في صبر مثل ما حكيت علي، صبر شغف بأي عمل بنقوم فيه. شكرا لك. شكرا لك، وبتأكد على دور الإعلام الرائد طبعا، أنتم لكم دور كبير بأنه توصلوا الثقافة وتوصلوا الحضارة السورية للعالم كله. أكيد. أكيد أكيد، كنا مثل ما قلنا إيد بإيد حنبني سوريا وحترجع بإعادة الأعمار، حتطلع مثل الأول وأحسن. أكيد متشكر وجودكم معنا، بتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم. شكرا، يعطيك العافية.